هذه صورة شاملة لمكة المكرمة شرفها الله، التقطتها البعثة العسكرية العثمانية عام 1297، شاملة لمكة بين جبالها. صورة نادرة، صورة فوتوغرافية وليست رسم. طبعا الصورة هذه من عدة لقطات ثم جمعت في هذه اللوحة جميلة. هنا يبدأ الحرم الشريف. طبعا اللقطة أخذت، أو اللقطات أو الصورة هذه لقطت من جبل أبو قبيس، واضح أنه مرتفع، منظور جميل ورائع. هذا الحرم الأخير، هنا تبدو قلعة مهمة، وهي قلعة أجياد المشهورة اللي مكانها وقف الملك عبد العزيز الآن بالضبط. نرجع شوي الحرم، لحظة، الحرم الرواق القديم والمآذن واضحة والكعبة.